بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أن ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء في الآيات السابقة أتبع ذلك لما قال في ختام الآيات السابقة وأحل لكم ما وراء ذلك أي ما وراء البيع هذه المذكورات في التحريم غيرهن من النساء مباح تزوج بهن وهذا بالنساء الحرائر نساء الحرائر غير المملوكات أما المملوكة فلا يجوز للحر أن يتزوجها إلا بأربعة شروط وذلك في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
بالمعروف محصنات غير متافئات ولا متخذات أخدان. فأباح للحر أن يتزوج المملوكة بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لا يقدر على مهر الحرة. من لم يستطع منكم قولا، فالقول هو الغنى، لأن يكون فقيرا ولا يستطيع مهر الحرة، فله أن يتزوج الأمة. هذا الشرط الأول. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من الإناء، ما ملكت أيمانكم من الإناء المملوكات لا بأس أن يتزوجها إذا كان لا يستطيع مهر الحرة. شرط فيها الشرط الأول أن لا يقدر على مهر الحرة. الشرط الثاني أن تكون مؤمنة، تكون الأمة مؤمنة، لا يتزوج أمة غير مؤمنة، كتابية أو غير كتابية. فتياتكم المؤمنات، هذا الشرط الثاني. وليس بلازم أن تعلموا ما في كتبهن من الإيمان، بل يكفي الظاهر. إذا كانت مؤمنة في الظاهر ليس لكم إلا ذلك. ولهذا قال: والله أعلم بإيمانه، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. أما نحن فعلينا أن نعمل بالظاهر ما لم يتبين لنا خلافه، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. المؤمنون إخوة، بعضكم من بعض، أي أن المؤمنين إخوة رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، إخوة بالإيمان. فانكحوهن، أي تزوجوهن بإذن أهلهن، أي بإذن سيدها ومالكها، لأنه هو وليها، مالكها وسيدها هو وليها، وهو الذي يعقد لها عقد النكاح. وآتوهن أجورهن، صدقات، صدقاتهن، صدق. فلا يقول هذه أنا، ويتساهل في صداقها، لا يتساهل في صداقها استضعافا لها أو احتقارا لها، فيجب عليهم يدفع لها مهرها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، متعارف عند الناس. صداق يكون بحسب المتعارف عند الناس. وأيضا بالمعروف، يعني من غير مماطلة ومن غير تلك وتأخير. ثم قال: محصنات، هذا الشرط الثالث. محصنات يعني يشترط أن يكون محصنات، ومعنى محصنات أي عفيفات عن الزنا، لأن المحصنة لها معاني، محصنة لها معاني. معنى الأول
الإحصان هو الإسلام، معنى الثاني الإحصان والحرية، المعنى الثالث الزواج التزويج، التزويج معنى الرابع فنات يعني عفيفات عن الزنا محصنات في خروجهن، فلا يأخذ أمة بغيا. أو متساهلة في عرضها، فنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني غير زانيات زنا ظاهرا، وأن المسافحات التي تزني مع كل أحد ولا متخذات أخدان وهن اللاتي يزنين سرا مع أصدقائهن، يزنين مع أصدقاء خاصين، فشرط فيها أن تكون عفيفة عن الزنا ظاهرا وباطنا، الزنا الظاهر والزنا الباطن، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحات التي يزنيها مع كل أحد زنا ظاهرا، ومتخذات الأخدان أي الأصحاب، وهي التي تزني سرا مع أصحاب خاصين بها، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يتعففون عن الزنا، وهم على قسمين رجالا ونساء، على قسمين جنات مجاهرون بالزنا والعياذ بالله، مجاهرون بالزنا علانية، وجنات في السر يتخذون أخدانا أي صواحب أو أصحاب الزنا باطنا لا ظاهر، الزنا حرام سواء كان ظاهرا او كان سريا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم قال جل وعلا فإذا أحصنا أي تزوجنا، أي الإماء، الإماء إذا تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة يعني زنا بعد الزواج أتينا بزنا، فإنها يقام عليها الحد، يقام عليها حد الزنا، والحد كما سبق بالنسبة للحرائر إن كانت ذكرا تجلد بها السلف، إن كانت ثيبا إنها ترجم بالحجارة حتى تموت، هذا في الحرة. الأمة عليها نصف حد الحرة، نصف حد الحرة، والذي يتنصف هو الجلد، أما الرجم فلا يتنصف، إذن يكون عليها 50 جلدة، نصف لها، الزانية والزاني عند الحرائر تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في الذكر، فعليها نصف حد الذكر الحرة وهو 50 جلدة،
أما إذا زنت الأمع وهي غير مزوجة ففيها التعزير تعذب حتى تترك الزنا. عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم بين الشرط الرابع فقال ذلك أي الزواج بالإمع زواج الأحرار بالإمع لمن خشي العنت منكم، لمن خاف على نفسه إذا لم يتزوج خاف على نفسه من الوقوع الفاحشة فإنه يحصل فرجه بالزواج ولو من أمة، يحصل فرجه بالزواج ولو من أمة، لكن الأمة لا يتزوجها إلا إذا خاف على نفسه، إذا لم يتزوج لم يقع في الحرام فإنه متزوج الأمة. هذه أربعة شروط لجواز تزوج الحر للمملوكة، أربعة شروط مما يدل على التحفظ من زواج الحر بالأمة إلا بهذه الشروط الأربعة على تضييق لجانب زواج الأحرار بالإمام، تضييق ولا يجوز إلا عند هذه الشروط. لماذا؟ لأن الحر إذا تزوج الأمة فإن أولاده منها يكونون أرقة تبع لأمهم، الولد تبع لأمه حرية ورقة، إذا تزوج الحر أمة وجاءت منه بأولاد يتبعونها ويكونون أرقة، يكونون أرقة إلا إذا شرط حريتهم، إذا شرط حريتهم ذلك لمن خشي العنة، والعنة التعب والمشقة، العنة هي التعب والمشقة إذا لم يتزوج يلحقه مشقة فإنه يدفع هذه المشقة للزواج ولو من أمة. ثم قال وأن تصبروا، أن تصبروا على المشقة والتعب ولا تتزوجوا الأمة أو خير لكم، ومن يتعفف ولا يتزوج الأمة هذا خير له، خير له ينتظر حتى ييسر الله له يتزوج الحرة، يصبر أن تصبروا خير لكم. أن تصبروا خير لكم لتصبروا عن زواج الإمة حتى ولو عند المشقة هو خير لكم، تنتظروا حتى يسر الله لكم الزواج بالحرائر. أن تصبروا خير لكم والله عليم حكيم والله غفور رحيم، أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بمغفرته لكم أن أباح لكم الزواج بالإمة بهذه الشروط ولم يؤاخذكم عليه، رحيم بكم، فهذا فيه صفتان من صفات الله عز وجل المغفرة والرحمة، يغفر الذنوب سبحانه يسترها على عباده ويرحمه، ومن رحمته سبحانه أنه رخص للحر أن يتزوج الأمة عند العنت وعند المشقة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى.
ثم قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم، يريد الله على في وصف الله جل وعلا بالإرادة، وأنه يريد. وإرادة الله على قسمين، إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. إرادة كونية وهي التي يخلق بها الخلق ويدبر بها الأمور، وإرادة شرعية دينية وهي المقصودة هنا. يريد الله إرادة شرعية بكم، يريد الله ليبين لكم، يبين لكم الأحكام، يبين لكم الأحكام الشرعية. ومن ذلك ما مر في بيان من يحل تزوج منهن والتي لا يحل تزوج منهن، هذا من بيان الله لعباده ليبين لكم ويهديكم، يعني ويريد سبحانه أن يهديكم، يعني أن يدلكم، أن يدلكم على ما فيه مصالحكم، لأنكم لا تعلمون أين المصالح ولا تعلمون العواقب ولا تعلمون الحلال والحرام لولا أن الله جل وعلا هو الذي يهديكم ويبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. السنن جمع سنة وهي الطريقة، الطريقة تسمى سنة. ويهديكم سنن الذين من قبلكم من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم لتسلكوا سبيلهم، يبين لكم طرائقهم لأجل أن تسلكوها وتسيروا عليها، لأن المؤمنين إخوة من أول الخلق إلى آخر الخلق، المؤمنون إخوة، يقتدي متأخرهم بمتقدمهم، يقتدي متأخرهم بمتقدمهم. يهديكم سنن الذين من قبلكم والله عليم حكيم، عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم يضع الأمور في مواضعها، هذا هو الحكيم. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، وضده الأحمق الذي يضع الأمور في غير مواضعها. ثم قال جل وعلا أيضا والله يريد أن يتوب عليكم، يريد إرادة شرعية أن يتوب عليكم. والتوبة هي الرجوع إلى الله، الرجوع من المعصية إلى الطاعة. الله جل وعلا يوفق المؤمن إذا أذنب يوفقه للتوبة، ثم يتقبلها منه، يوفقه لها ثم يتقبلها منه، حتى كأنه لم يذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث. الله يريد أن يتوب عليه، الله لا يريد إرادة الإرادة الشرعية، لا يريد تعذيبكم، يريد التوبة عليكم، لكن أنتم الذين تجنحون، تجنحون عن ما يريده الله بكم من الخير والطاعة، تجنحون إلى الشر أنتم. والله يريد أن يتوب عليكم،
هذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يترك عباده يهيمون في المهالك، بل يريد أن يتوب عليهم ولو كثرت ذنوبهم وعظمت جرائمهم، إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم جميع الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد منها. هذه إرادة الله جل وعلا بعباده، إرادة الخير والنجاة، لكن شياطين الإنس والجن يريدون خلاف ذلك، خلاف ما يريده الله جل وعلا لعباد الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات من الفسقة والفجرة واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، يريدون بالعباد أن يسلكوا طريق الهلاك، يخططون لهم طريق الهلاك دائما وأبدا، لأنهم أعداء البشرية، خصوصا اليهود والنصارى يحسدون هذه الأمة ويريدون أن يخرجوها من دينها. يتبعهم المنافقون والمشركون الذين يريدون من الناس أن يعبدوا الأوثان ولا يعبدوا الله عز وجل، هنا يدعون إلى عبادة الأوثان وإلى عبادة غير الله. وأصحاب الفسق والأخلاق الفاسدة يدعون الناس إلى الفسق وإلى الزنا والإباحية، يدعون الناس إلى الفسق والمعاصي، شرب الخمور والمسكرات والمخدرات يدعون إليها ويروجونها، وكذلك يروجون الزنا والسفاح واللواط فساد الأعراض، لأن هذه شهواتهم، ويريدون من الناس أن يسلكوا هذه الشهوات المحرمة. فهم دعاة الضلال في كل زمان في كل مكان، وهم اليوم على أشدهم في إغلال البشرية عموما وإغلال المسلمين خصوصا، ولذلك ينادون الليل والنهار في الصحف والمجلات والفضائيات والإنترنت والمواقع، يدعون إلى الرذيلة، يدعون إلى فساد العقائد، يدعون إلى البدع والمحدثات، يدعون إلى الشهوات المحرمة. هذا ديدنهم، قاتلهم الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بدل الاعتدال على الطاعة، يريدون أن تميلوا عن الاعتدال إلى ما حرم الله، أن تميلوا. الذي يسير على الهدى هذا معتدل، والذي يسير على الضلالة هذا مائل والعياذ بالله، مائل، وفرق بين المعتدل والمائل. أن تميلوا يعني تميلوا ميلا يسيرا، لا، ما يكفيهم الميل اليسير، ما يكفيهم، لا بد من الميل العظيم والانحراف الكلي. هذا ما يريد دعاة الضلال في كل زمان ومكان، وفي وقتنا الحاضر زاد شرهم والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسيروا على ما سار عليه الذين من قبلهم
من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن سار عليه من قبلهم من الأنبياء والمرسلين. فريق المؤمنين واحد من أول الخليقة إلى آخرها، هذا طريق المؤمنين. أما هؤلاء فطريقهم إلى النار والعياذ بالله، والنار محفوفة بالشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات التي تدعو إلى النار يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. ثم قال يريد الله المرة ثالثة، يريد هذا من رحمته سبحانه وتعالى لعباده، يريد الله أن يخفف عنكم، أن يخفف عنكم الأعباء، أن يخفف عنكم الأوصار والأغلال، أن يخفف عنكم ما كلف به الأمم السابقة من الآثار والأغلال. الله شرع لكم دينا سمحا ويسرا رحمة منه سبحانه وتعالى. يريد الله أن يخفف، أن يخفف عنكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، رحمته سبحانه وتعالى. لكن أعداء الله على العكس، يريدون العسر ولا يريدون اليسر. إذا غفلنا عنهم وقاوعناهم أخرجونا من الجادة الصحيحة والصراط المستقيم إلى المهالك والعياذ بالله. انتبهوا لهذه الوصايا من رب العالمين. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، إنسان ضعيف في خلقته، ضعيف في إرادته، ضعيف في تصرفاته، لولا أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ويدعوه إلى اليسر ويدعوه إلى الاستقامة ويدعوه إلى الطاعة. هذا ما يريده الله جل وعلا. خلق الإنسان ضعيفا، هذا الإنسان المعجب بنفسه الطاغي المتكبر المتجبر هو ضعيف يتأثر عند أدنى عارف يعرف له، يتأثر وإن كان يرى في نفسه أنه جبار وأنه قوي وأنه لا يصبر على مقاومة البعوضة، ضعيف عن البعوضة، إذا تسلطت عليه البعوضة ما يستطيع ينام، بعوضة أو نبات تسلط عليه ما يستطيع ينام ولا يستقر. هذا لضعف هذا الإنسان. خلق الإنسان ضعيفا. ثم قال سبحانه وتعالى موجها عباده إلى المكاسب الطيبة والمآكل المباحة وأخذ الحلال وترك الحرام، يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتهنون نداء الله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله جعل هذه الأموال لمصالح العباد وقوام حياتهم، والمال كما يقولون عصب الحياة، فلا يجوز التلاعب بها، يجب حفظها، يجب تنقيتها من الحرام والمكاسب الخبيثة
لا تأكلوا أموالكم، أي يأكل بعضكم أموال بعض. أموالكم أضافها للجميع لأنها لمصلحة الجميع، فلا يأكل بعضكم أموال بعض. أيضا ماله الخاص لا يسرف فيه ويضيع ويبدل ويسرف في ماله ويضيع ماله ويقول هذا مالي أنا حر، يقول لا، هذا مال الله جل وعلا وأنت ممتحن ومبتلى في هذا المال، فأحسن التصرف فيه، فلا تأكل مالك بالباطل تصرفه في المعاصي الشهوات المحرمة، ولا تأكل مال غيرك بالباطل بالسرقة بالنهب بالسلب بالربا بالخديعة بالغش المعاملات، لا تأكل مال غيرك إلا بحق معاملة صحيحة، إلا أن تكون تجارة بيع وشراء تبادل مصالح عن تراض منكم، عن تراض من الطرفين، لا يكون فيها إكراه لطرف على طرف أو إجبار لطرف على طرف، لا بد أن يكون ذلك للتراضي بين البائع والمشتري، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، تراض من الطرفين من البائع، ولذلك ذكر العلماء من شروط صحة البيع التراضي بين الطرفين، فلا يجبر أحد أن يبيع وأن يشتري إلا باختياره ورغبته عن تراض منكم. ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المسلمين كالنفس الواحدة، مسلمين كالنفس الواحدة، فنفس أخيك المسلم مثل نفسه، حافظ عليها كما تحافظ على نفسك، لا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، وكذلك لا تقتلوا أنفسكم أنتم، لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، أن ينتحر، أن يتخذ ما يقضي على حياته، أن يخاطر بحياته، لا يخاطر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يستعمل المواد المحرمة لأنها تقتله، الخمر، المخدرات، كل ما يؤذي الدخان لأنه يضر بالجسم ويورث الأمراض، فهو يقتل نفسه إذا اتخذ أطعمة أو أشربة محرمة فإنها سبب لإهلاكه، فيحافظ على نفسه ويحافظ على أنفس إخوانه، نفس واحدة، المؤمنون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحافظ على نفسك من التلف، لا تخاطر بنفسك، لا تتعاطى شيئا يفضي الى هلاكك، ومن باب اولى لا تنتحر عند المضايق وعند الشدائد، اصبر على الشدات وعلى المضايق، لا تنحر نفسك، لان ان تريد ان تفر من المضايقه لكن تقع في مضايقة أشد منها وهي النار، فالذي يقتل نفسه والعياذ بالله مآله إلى النار،
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ينتحر يريد أن يستريح من هذه الحياة، لكنه يصير إلى النار، وهذا أشد من الحالة التي كان فيها في الدنيا. الذي يقتل نفسه هذا في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون يفر من شدة إلى شدة أشد والعياذ بالله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، نهاكم الله عن ذلك لأن الضرر عليكم، أما الله جل وعلا فلا يتضرر. أتلفت مالك أو قتلت نفسك أو وقعت في الحرام والشهوات، أنت ما تضر الله جل وعلا، إنما تضر نفسك. والله نهاك عن ذلك لا لأنك تضر، وإنما لأنك تضر نفسك، فمن رحمته بك أنه نهاك عن ذلك. إن الله كان بكم رحيما. ثم بين عقوبة من يأكل الأموال بالباطل ومن يقتل نفسه أو نفس غيره بغير حق، بين عقوبته. ومن يفعل ذلك يعني يأكل المال بالباطل غير الحلال أو يقتل نفسه أو نفس غيره عدوانا وظلما، لا عن جهل ولا عن سبب مباح، القتل يجوز في أحوال كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قتل المؤمن يجوز في أحوال، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني هذا يهجم إذا كان سيدا، والنفس بالنفس هذا القصاص، والتارك لدينه يعني المرتد، مرتد يقتل حتى الردة، تارك لدينه المفارق للجماعة الذي يخرج على جماعة المسلمين، يخرج على طاعة ولي الأمر، هذا يقتل دفعا لشره وإن كان مسلما، دفعا لشره. إنما الذي يحرم العدوان والظلم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، نصليه نعذبه بنار، نصليه نارا نكرة مشددة، نارا للتعظيم والتفخيم، نارا هائلة، نارا هائلة والعياذ بالله لا توقف. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني أطعت الله أو عصيت الله هذا يسير على الله، الله لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، أنت الذي ضربت نفسك. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يخذل أعداء الدين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وارزق كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
أما أول سؤال هذه الليلة يقول السائل سماحة الشيخ، فتاة مريضة وتأخذ العلاج ولا تريد الحياة الزوجية وقد طلقت بسبب ذلك المرض، السؤال هل يجوز لوليها أن يقول للناس لا تصلح للزواج؟ يصبر عليها وليها، يصبر عليها إلى أن يذهب عنها المرض ثم يزوجها. أما أن يزوجها ويبيع عليها الحالة هذا ليس من مصلحتها، ينتظر ويصبر عليها. نعم. تقول عن حفظ البحوث العلمية والمنظومات في العلوم المختلفة مطلب أساسي وواجب لا يتم العلم الشرعي إلا به، أو فهم النصوص لمن لا يستطيع الحفظ فيه؟ تعلم العلم له طرق، ما هو كلنا على هواه، وكل بيوت من أبوابها، كل بيوت من أبوابها، والعلم له أبواب، فعليك أن عليك إذا أردت أن تتعلم أن تنضم إلى الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، أو تجلس على المساجد وتحفظ المتون وهم يشرحونها لك يوصونك. أما أنك تعتزل وتحفظ فقط الحفظ ما يفيدك شيء، بل ربما يضرك، تظن انك اصبحت عالما وانت جاهل. الحفظ ما يكفي الا على اهل العلم، على اهل العلم تحفظ وهم يشرحون لك والظل، هذا طلب العلم. نعم. تقول ما هو الضابط في ترجمة كتب اهل العلم الى اللغات الاجنبية؟ هل هو الحاجة فيقتصر على ما لا يسع المسلم جهله ام يترجم؟ فترجمة لها جهات مختصة، ترجمة القرآن، معاني القرآن، ترجمة الكتب العلمية والشرعية، هذه لها جهات مختصة يرجع اليها المجمع الملك فهد رحمه الله في المدينة، مثل رابطة العالم الإسلامي، مثل الجامعات، جامعة الإسلامية، الجامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة أم القرى، يرجع إلى الجهات، جهات الترجمة الموثوقة. نعم. ما حكم أم غير قصيرة تطلب مالا من ابنتها فهل يجب عليها أن تعطيها؟ والدة تقول السائلة أمها غير قصيرة وتطلب مالا منها، هل يجب على الابن أن تعطيها المال؟ نعم، تطيع أمها وترضيها وتعطيها من المال، إلا إذا أجحفت بها، طلبت مالا كثيرا يضر بها فلا يلزمها ذلك. لكن الأمور اليسيرة والتي ترضي الوالدة أمرها سهل. نعم. تقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما معنى هذا الحديث وهل له تتمة؟ نعم، حديث صحيح، الحديث صحيح، المؤمن القوي بإيمانه، القوي بإيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بإيمانه، فقوي الإيمان أفضل من ضعيف الإيمان، وكذلك قوة البدن، فإن قوة البدن من المؤمن ينفع الله بها، يجاهد في سبيل الله، ما هو مثل الضعيف اللي ما يستطيع يجاهد، لكن الأصل القوة والضعف في الإيمان، هذا هو الأصل. نعم. تقول ما معنى قول المؤلف في الواسطية ولا يجوز إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله، هل معناه أن ذلك لا يجوز مطلقا أم أن ذلك جائز مع التقييد؟ لا، ما يجوز مطلقا، القرآن كلام الله، لا تقول عبارة عن كلام الله، هذا مذهب الأشاعرة، يقول
كلام الله عبارة عن المعنى القائم في نفس الإله. وأما هذا المصحف هذه عبارة عن عما في النفس الإلهية عبر بها جبريل أو عبر بها محمد. هذه ألفاظ مخلوق، هذه ألفاظ المخلوق عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله. قول باطل، هذا قول باطل، عليه يشبه القول الذي قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا كلام باطل ومذهب باطل. فتجزم وتقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه. هم يقولون لا، معناه من الله، هو كلام الله بالمعنى، لكن اللفظ لا، هذا كلام المخلوق، كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بقى. نعم. ما حكم من يمد رجليه تجاه الكعبة؟ ها؟ مد الرجلين تجاه الكعبة. لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا يمد رجليه. الحمد لله. نعم. هل يجوز التيمم على الرقام في المساجد، الرقام في المسجد الحرام والحجرة الصغير والحائط المدهوم؟ التيمم على البلاط أو على الجدار أو على الفراش أو السجادة يشترط أن يكون عليه غبار، أن يكون عليه غبار طاهر. فإذا لم يكن عليه غبار فلا يصح التيمم عليه. نعم. تقول في بعض البلاد الإسلامية التي تعتمد في تحديد أوقات الصلاة في الحساب الفلكي والذي يخالف الرؤية البصرية خاصة في مسألة الصلاة، صلاة الفجر، إذا شك المصلون بأن صلاة الصبح قد لا تؤدى في وقتها، فهل عليهم التحري أم أن المسؤولية على المؤذن لأنه ظالم؟ لا يكون عندكم شكوك، لا يكون عندكم شكوك في الصلاة. صلوا مع المسلمين والحمد لله، اتركوا الوساوس والشكوك، لأن في ناس يروجون مثل هذه الأمور. صل مع المسلمين، إذا صلوا صل معهم، يكفيك ما يكفي المسلمين. نعم. تقول ما حكم الذي يذهب للمسجد بملابس النوم؟ المهم أن تكون الملابس طاهرة أو ساترة، إذا كانت طاهرة أو ساترة تصح الصلاة. ولكن اللي فيها يعني تشويش على الناس أو الناس ينظرون إليك بشكل غريب لا تذهب إليه، البس مثل ما يلبس الناس في المساجد وفي الصلاة. نعم. تقول معه ابنه البالغ من العمر دون العاشرة ويريد الاعتبار معه، فهل تكون نية الإحرام للأب والابن؟ البلوغ لا يكون إلا من عشر فما فوق، ما يكون البلوغ دون العشر، هذا يسمى مراهقا ولا يسمى بالغا، ما دون العشر يسمى مراهق. أقل سن يبلغ له الذكر أو الأنثى أقل سن عشر سنين، والأنثى قد تبلغ لتسع سنين، الأنثى قد تحيض لتسع سنين. والمدار على الإنزال، إذا أنزل واحتلم، إذا احتلم فقد بلغ ذكرا كان أو أنثى. والنية لا، كل ينوي لنفسه، كل ينوي لنفسه الإحرام. الطفل على قسمين، مميز وغير مميز. غير المميز من دون السبع، هذا ينوي عنه وليه الإحرام، ينوي عنه لأنه ما عنده نية ولا يدري، ينوي عنه وليه. أما إذا بلغ التمييز وصار يعرف فينوي عن نفسه ولا ينوي عنه وليه. نعم. تقول ما حكم التصوير بالجوال كما نشاهد في الحرم؟ لا يجوز التصوير لا بالجوال ولا بالكاميرا ولا بالرسم باليد ولا بالنح، تصوير حرام بجميع أنواعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين.
وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فكل أنواع التصوير محرمة، تصوير ذوات الأرواح في الحرم وفي غيره، والتصوير في الحرم أشد، لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم. نعم. هل الأفضل أن أصلي سنة الفجر في البيت أو في المسجد؟ الأفضل للبيت، أفضل للبيت، ولكن كوني تقدم للمسجد ويصلي الراتبة في المسجد، يتقدم ويجلس في المسجد أفضل من أنه يتأخر ولا يخرج إلا عند الإقامة ويصلي الراتبة. هذا حق الإمام، الإمام هو اللي يتأخر يصلي الراتبة في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما المأموم فالذي يستحب له أن يتقدم إلى المسجد وأن يصلي الراتبة تكفيه عن تحية المسجد، يجلس في المسجد. نعم. تقول: ما حكم استعمال دواء لعلاج بشرة الوجه مع العلم أنه يؤدي إلى سقوط شعر اللحية في فترة العلاج؟ لا يتداوى بالشيء الذي يذهب شعر اللحية إلا عند الضرورة، اضطر إلى هذا وكان لابد من هذا لا بس، أما إذا كان ما يضطر إلى هذا فإنه يصبر ولا يعالج، لا يزيل اللحية. نعم. شاب في السادسة عشرة من عمره أحرم بالعمرة ولم يقف يتم الطواف والسعي ولم يحلق أو يقصر حتى الآن، ومر على ذلك سنوات، فماذا يلزمه؟ على والده، لدون ست سنوات على والده. ست عشر. ها؟ ست عشر سنة. عشرتنا على بالغ. هذا بالغ باقي في إحرامه إلى الآن. باقي في إحرامه إلى الآن. فعليه أن يبادر يخلع المخيطات ويستعيد الإحرام وملابس الإحرام. ويذهب إلى البيت ويقوم طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق راسه تنتهي عمرته. نعم. ما هي صفة العقد الشرعي بين الزوجين؟ هذا تذهب المعلوم إلى أنكحه وهو يعقد لك. نعم. هل يصح تسمية الغلام بعقد الإله؟ نعم. عبد الإله، الإله هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ما نصيحتكم للطلاب حول كيفية قضاء الإجازة؟ نصيحتنا للطلاب في الإجازة أن يأخذوا قسطهم من الراحة وأن يذاكروا دروسهم وأن يطالعوا في الكتب المفيدة، وإذا تيسر أنهم يجلسون على أهل العلم في الحلقات هذا شيء طيب. نعم. تقول: نحن في قرية من قرى الجنوب، وجرى العرف عندنا أن يوزع أو توزيع وتقسيم الأراضي للأولاد الذكور دون الإناث، مع إعطاء الإناث شيء من ذلك، مع العلم أن شيء من ذلك، مع العلم أن الأراضي والمزارع تحتاج إلى نوع من التعب للحصول على الصدوق لها، فما حكم ذلك؟ لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض، يعطى الجميع، الذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي جميع أولاده الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يخص بعضهم دون بعض، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه رجل يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده قال صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، على جور لا أشهد على جور. فقل الله واعدلوا بين أولادي. نعم. يقول: ما معنى قول السلف: انظروا عمن تأخذون دينكم؟ هل الاعتبار هو الشخص لذاته أم سيته؟
الاعتبار بمن يتلقى عنه العلم أن يكون عالما وأن يكون تقيا، يجمع بين الصفتين العلم والتقوى، لأنه يأخذ عنه العلم، يأخذ عنه الدين والقدوة. نعم. تقول غطيت رأسي وأنا محرم في الحج في مزدلفة بسبب الجو البارد، هل علي شيء؟ نعم، عليك فدية تغذية الرأس، وهي مخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة، تطعم 6 مساكين في مكة أو تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو تصوم 3 أيام، مخير فيها. نعم. تقول نحن قبيلة، نحن قبيلة ندفع 100 ريال للمتزوج، وهذا اتفاق معروف، والذي لا يدفع هذا المبلغ لا يحضرون ويشاركون في زواجه، هل يجوز أن يطالب للمتأخرات شرعا؟ وهل مثل هذه الاتفاقيات جائزة؟ هذا باطل، إلزام الناس إلزامهم يعني يدفعوا، هذا باطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما التبرع بطيب نفس لا معنى، إذا كانوا يتبرعون عن طيب نفس واختيار لا بس، أما أنه يلزم بهذا الحرام. نعم. تقول هل يعتبر الجد من الأم أي أبو الأم محرما للزوجة؟ لزوجة الابن والحفيد؟ نعم محرم لها، لأنه أب، الجد أب سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. نعم. تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تلبس القواتم والأسور المصنوعة من الحديد والنحاس؟ يكره لبس الخاتم من الحديد، يكره ويجوز لكنه يكره، تلبس خياره. نعم. شاب يريد الزواج ويريد الحج، فأيهما يقدم؟ إن كان عنده مال يتسع للزواج والحج فإنه يفعل الزواج أو يفعل الحج، مخير. أما إن كان ما عنده مال إلا يكفي إما للزواج وإما للحج فهذا ينظر، إن كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه أن يتزوج ويقدم الزواج على الحج. أما إن كان لا يخاف على نفسه فيقدم الحج على الزواج. نعم. والدتي مريضة بالقدم اليسرى ولا تستطيع السير على الأقدام، هل يجوز أن أعتمر عنها؟ تحمل يا أخي، إذا كانت لا تستطيع السير تحمل في الطواف، تحمل في السعي، ولا يجوز أن تنوب عنها ويتمدر على أن تباشر بنفسها وتحمل. نعم. ما حكم اليوم الحمد لله العربيات متوفرة. نعم. ما حكم شرب شراب الشعير الذي يسمى بالبيرة؟ إذا كان معه شيء من الخمر فلا يجوز، إذا كان معه شيء من المادة الخمرية لا يجوز. أما يعني ما يسمى بالكحول، إذا كان مع شراب الشعير شيء من الكحول فلا يجوز، أما إذا كان نقيا وليس فيه كحول فلا بأس. نعم. المكة كلها حرم؟ كل ما هو داخل الأميال يا أخي، مع موضوع علامات على حدود الحرم، ما كان داخل العلامات فهو الحرم. نعم. هل أعتبر عن الله أكبر الله